شير ولايك يا اخوانا، شير ولايك وسبسكرايب ان شاء الله ما يقطع. شير ولايك. طبعا انا صفحتي موقف كان 4 شهور، مضت شهر ونص وباقي الايام هنطلع عليكم من ساعه بس. ما هنغيب كثير ان شاء الله، بنجيب اي صفحه بتسجيل هنصل الناس. العطاء
شير ولايك يا اخوانا، شير ولايك وملصقات. انت قاعد في اللايف بس ملصقات عشان الحظر ده يشيلوه مننا. شير يا اخواننا واللايك. هلا الجماعة من مرمطة. طيب مساء الخير شعبنا الجميل الطيب الصابر على الأزل. يا أخوانا المدني، مدني حقيقة جرح في قلب كل سوداني أصلي، وأي شخص عنده الحق أنه يزعل ويطلب من الجيش أنه يسرع بالانتصار. طبعا من حق أي زول يتكلم، لكن ألا تتعدى الحدود المطلوبة. نقول أطلب المستطاع لتطاع. سيدنا محمد، من أعظم من في البشر من سيدنا محمد؟ في غزوة أحد هزم المسلمين. هل كان في أهم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن في عظة للناس في الهزيمة، لأن النصر ده من عند الله. مهما لفيت ودورت والله لن ينصرك إلا الله. بعدين كل من كتبت عليه خطن مشاه. أي زول في الجزيرة، في واو، في زالنجي، في الجنينة، في ناي، يا أخوان نرجع نطفة فغدر ثم السبيل فيسر. نطفة فغدر ثم السبيل فيسر. حاجتين ما بيعلمين الزول، حاجتين في الدنيا دي ما بيعلم. لا تدري النفس ماذا تكسب قدر، ولا تدري النفس بأي أرض تموت. أنت بتموت 200 كيف شكله ده ما بتعرف. لكن الناس ترجع بس لله، ما لأنه في النهاية أنت مهما كنت زول مودرن وزول ليبرالي وزول كده، لكن في النهاية ما بتقدر تمنع الموت ده من نفسك، لأنه ده من عند الله. هو جاب الروح دي بس في الجسد هو اللي بشيله. ما تقول لي أنك أنا لو مشيت ولو عملت ولو سويت لو حصل. أي شخص مكتوب له في جبينه من يوم ولي حيحصل لك كذا 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 كذا. إنك تموت بكذا، تختلف الأسباب والموت واحد فلسطين. ده ما تبرير لما يحصل. ما خلاص دي مصيبة حلت في الشعب السوداني، في الخرطوم، في واو، في الجنينة، في أي حتة. أنت ده قدرك، كتبه ربنا. أنت بتسعى ومن حقك تطالب، لكن المطالبة دي ده جيش بتاع بلد كامل. انت بتكون عرضة. اي انت دعوة خير، يعني انت عاوز خير انه الجيش يسرع ويمشي يهدم لك على المتبردين ده اللي يخضع عليه. لكن ما كل حاجة بيدك. انت ما عارف ظرف الجيش شنو. في طلقة جبت جنيه، عملت جنيه، جمعت الطلق بدل تجند تتكلم عن الجيش انه مقصر والجيش اتاخر والقياده عملت والقياده سوت. يا اخواننا بكل صراحه الجيش كان 10 شهور محاصر، اقسم بالله العظيم 3 وخليه يطلع رئيس الاركان يقول كلام هذا العبيد ده غلط. اقسم بالله ما كان عندهم سلاح، ولا في دوله في العالم راضيه كانت تدينا سلاح. ما في دوله في العالم.
وانا حكايتي انه الدوله اللي ساعدتها بالسلاح ده انا ما حاجيب سيرتها، لانه الشعب السوداني ذاته حيستغرب الدوله دي ساعدتنا ليه. ما كان يسلح الجيش ده، استطاع انه بالسلاح اللي عنده لانه ما كان متوقع الحرب. جيش ما يعني الجيش ده كان في السكنات بتاعته محاصر، ما عنده ذخيره عشان يكملها برا. انت تفتخر انه عندك جيش زي ده قدر صمد 10 شهور من الهجوم من القصف من غيره من غيره، يطلعوا الله يفقيه يتكلموا عن الجيش وعن انه انت يا برهان فيك اللي جاب وغير. الناس ما فاهمه حاصل شنو. انت عارف انه الجيش ده ما كان عنده سلاح؟ اقسم بالله انا ما كنت اطلع اقول عنده ما عنده سلاح، لكن لانه الجيش الان عنده سلاح وكده ما كان نقدر نقول الجيش ما عنده سلاح عشان كده ما مرق، ولا بيقدر الجيش يطلع يقول انا ما عندي سلاح عشان كده ما قدرت اطلع اقاتل الناس دي. وما الجيش بيطلع بهواك انت. اي واحد صايع قاعد في قهوه في فيصل بيكتب قاعد في وين قاعد في سقط لقط يتكلم الجيش يطلع، انت دي امانه هاي. انت كلامك جميل ومعسول وكله كل زول داير يتكلم في موضوع الجيش ده بياخذ الشعب معه، لان الشعب متضايق، في ناس سافروا برا ظروفنا الماديه كعبه كل الحاصل لهم، لكن ده كله ما بيديك الحق انك انت تشكك في جيشك انه ما قادر يمشي. جيشك تعرف انه تاني يمشي ومتين يضرب ومتين ينتصر. ده ما جيش هزار ولا جيش بغدو هتيفة، ده جيش عارف هو بيعمل بشنو. انت جيشك ده اذا ما وقفت معاه وعرفت ظرفه وقدرته انت ما عندك ولا على الجيش. ما تستهبل ما تستهبل، ما في زول يطلع في صفحة يقول انا الجيش وانا غير وانا الجيش وانا الشعب. انت من يا اخي ما تسيل الجيش. كثير من الناس طالعين اي واحد يفرغ الناد، لانه انا عندي اهل مثلا في الجزيرة ضربوا بيتي عملوا حصل 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 حصل، يقوم الواحد طوالي لما يلقى واحد يصيح الجيش مقصر بتاع حملة عشوائية قايدينها ضد الجيش وضد قيادات الجيش. كباشي قال لك كلمة، ها الكباشي ده اسد الجيش معدته منه العمل الطلق ما تنسوا، لانه انا يوم لما قلت البرق الخاطف، البرق الخاطف ده الناس اللي بيخطفوا الانتصارات منو طلع لحميتين اول مره طلع لحميتين منه؟ ما الكباشي اللي انتم بتستهبلوا عليه الان لاغراض شخصيه كلكم وحنكشفها بوقتها. اي زول بيتكلم عن الكباشي ده بيسوء بنطلع وبنجيب له المستندات حقته. دي ما هسه معارك، هاي تصفيه حسابات، كل واحد عنده اغراض شخصيه او اغراض حزبيه بهاجم الكباش. الكباش رجل دوله يقول الكلام ده يقوله، انت تحاسبه في شنو؟ ده كلام لو قالوا لو غيره في النهايه الجيش حينتصر. كباش وياسر العطا والبرهان ده ثالوث قياده الجيش، واحد يهدن واحد يضرب دسي عندهم هم ده تكتيك بتاع الجيش. انت مالك؟ انت ما بتوري الجيش اللي قرا كليه 36 سنه عشان انت تجي توريه الليله توريه انه متاني هادم وامشي وفك اللجام واطلع من الجيش. ده كلام غلط يا اخوان، انتوا بتخاطبوا الهواء بتاعكم. البرهان لو سمع كان كلام اي صايع اطلع فك اللجام، البرهان كان ما عنده جيش انا. رجل حقي البرهان ده يفترض يعمل له تمثال في خرطوم، مش عنده تطبيق، لانه الجيش كان منهار. اقسم بالله المتوردين لو كانوا عارفين الجيش ما عنده سلاح لو يجيبوا قوه بس نار يقتلوهم يخشوا على نجوم. حافظ على جيشك، حافظ على جيشك، وجيشك الان تسليح وقوه وماشي بطريقته ما بتودي انت. ده ما الجيش اللي بتودوه الهتيفه دي، ده جيش بيمشي بعرف 200 يتحرك و200 بتكتيك. كله صايع عشان يلامس اشواق الناس يفتح بقه في الجيش. طب انتوا لما الجيش انتصر في الاذاعه طلعتوا لها 100 صاحب، الانتصار اصبح لهم 100 صاحب، كل زول يتصور ياخذ لقطه سيلفي ويزوروا وادي سيدنا وقت الاذاعه دي منو ما طبل للجيش؟ ده ما الجيش الان انت بتنتقده ما داير يمشي ده؟ انت بتستهبل على الجيش على ولا بتستهبل على الناس ولا بتخاطب اشواق الناس؟ الناس لو ما عرفت الحقيقه التطبيل على الاشواق والضرب على العواطف ده ما بيودي البلد ده قدام. يا هو اخر البلد 60 سنه هتيفه دي، واحد يطلع شارب له
ويسكي ولا شارب له تاع استملاك الجيش وهدي في صفه له وماشيين وراه. لو الجيش بيتعامل بالاساليب بتاع امشي وتحرك واعمل كنا طلعنا وتكلمنا. لكن عارفين الجيش وقت كان ما عنده يطلع واحد صاحي في كل جامع عبرها في الكويت كان تنتهي بك ما في دولة. انت قاعد لك في قهوة فيصل ولا قاعد لك في محل ديليفري في السعودية تقول للجيش يتحرك؟ انت منين بتقول للجيش يتحرك؟ صيح في الميديا شبكات بتاعت ميديا تهاجم في الجيش السوداني. انت بتخدم اغراض العدو منهم ما بغلفوها. يعني انت لما تجي تدافع على الجزيرة ولازم تخش الجزيرة وتعمل الجيش لو دخل الجزيرة بدون هناك هيتهزم وانتهت الموضوع. ما فيش الجيش يتكلموا عنه باحثين انه عنده الانفعال الثباتي عند الجيش السوداني. الانفعال الثباتي الجيش ثابت ما بتحرك بالعواطف. ده شفنا التجربه بتاعت اسرائيل عند اقوى جيش العالم انا معه كل تقنيه العالم قدر له على 3000 ولا 4000 شخص ما يستهبلوا الناس. دي روسيا عندها اكبر ترسانه في العالم في السلاح قدرت دخلت اوكرانيا ما تستهبلوا ما تفعل. الجيش السوداني كلها جارين حاصل حق من الخرطوم دي استبعها منو منا. انا ما من بلد فين افتحوه وعملوا وسرقوا ونهبوا كل حاجه عملوا فينا. طلعنا يوم اشتكينا ولا قلنا واهلي بيعانوا معاناه اشد المعاناه لكن ما على حساب البلد وما على حساب جيش البلد. الناس تمشي بالعواطف بتاعتك بيبقى ما عندنا جيش. جيش التدار يتحرك بانفعال عشان يمشي يتعامل لك كمان ينتهوا من الجيش. انت حلوه اللقطه ولا شو زي واحد قال حارس مرمى نطه فوق والكوره خشت بتحت قال لي هذا كلام. قال لهم اخواننا سامح النطه تتكلم وتتفاصح. الان الجيش وانتصر في الجزيره حتطلع له 100 صهر 100 وغح اللي كان بيسيب للجيش ولا حريم قاعد اتلين مع ستات شاي ولا قاعد اتلين في بازارات يقوم نشدنا الجيش. ده استهبال ما تمشوا مع الناس دي. ده الناس دارية الجيش ده ينهار. هم ما عارفين هاي صادقين في شعورهم. ما قلنا لا والله ما الناس عملاء لا صادقين في شعورهم لكن ما الطريقة توصل كيف؟ الطريقة اللي بتوصلها للناس كيف؟ يجب تواجه الناس. الجيش كان ما زمان ما عندنا سلاح. الجيش الآن 100% سلاح. هيمشي مخطوط ممكن سنار دي يمشيها كل يوم كيلو عشان يوصل مدني دار لها كم؟ دار لها 70 يوم عشانك انت يقطع في يوم واحد عشان يبيدوا الجيش ولا تبقى تنطط في الفيس؟ يا اخوانا خليكم واقعيين ما تقلبوا الاذاعه دي منو منكم ما نظر في الاذاعه؟ انا ذاتي في الاول نظرت في الاذاعه بيدوا الاذاعه عملوا الاذاعه لكن في النهايه الجيش عنده قواعد وعنده تكتيكات ما تمشي سعيد. فبلاش النعرات سجل اللايف ده واضبط كل واحد. الان نحن عاملين رصد لاي زول يتكلم عن الجيش ده حتى لو انت درويش ما فاهم تكلمت عن الجيش ده وخموك تكلمت عن جيش مرصود بكره لما تجي مدني دي باذن الله الجيش حيخش مدني وحيسحق التمرد وحيمشي له في نياله وحيسحق وحيمشي له في اي حد ومدني دي باذن الله. يا اخوانا ده تكتيك بتاع الجيش ما تشتغلوا به. الجيش يوم يتحرك انتوا ما اولى يعني الجيش مسؤوليته تفوت الجيش شنو تاني النظريات؟ يتحرك امشي. الاعلام بتاع الجنجوي ده الان منتشر في الجزيره عشان كده بينقل الاحداث يصورها انها كذا كذا للميديا وهتيفه يشيلوا الموضوع. اي نعم في قتل في كذا في كذا في النهايه ثمن ربنا يا اخوان. والله الجيش ينقط الجزيره كده في رصاصه ضاره تقع في زول ربنا كاتب يوم وحتمشي يا اخوان. ما تكلموا شيلكم العواطف فكر كويس. والله لو اجتمع الناس على ان ينفعوك بشيء ما كتبوا والله لك ما بجيك. لو الجنجويد احتلوا السودان ده كله ربنا حافظك ما بيجيك حاجه. فانتوا ما تقلوا ان احنا نضغط الجيش. جيشنا نضغط ونحطه تحت بريشر وامشي وسوي وسوي وسوي.
كذابين انت ما تشيل سلع امشي هنا امشي قدام الصفوف قاعد لك ورا شاشه وتتكلم امشي يا فلان واطلع واطلع يا اخواننا هو ده جيش بلد ما صار ولا جيش بتاع حزب ولا جيش بتاع هنا زي ما بصوروا الناس ده جيش بيشتغل بتكتيكات عارف متين ما بيودي ممكن يخصف بدني دي كلها يمسح بكره العالم كله هيقوم عليك لو داير يهدم مدني دي في يوم واحد والله طيران يهدمها مدفعيه يهدمها ينتهي منها ما كويس ده جيش صبور جيش عارف يعني شنو حننتصر باذن واحد احد الجيش ده منتصر منتصر ما في اي هزار زي الاذاعه دي مش دخل والجيش بيعمل في تكتيكات يا اخوانا انتوا ابعدوا من الموضوع ده ما تستهلكوا ما يستهلكوكم بالكلام ده لانه ده اضعاف لجيش الان الناس بتهاجم في كباشي نجحوا بتاعنا قحط اصبحوا يتكلموا يشجعوا في الكباشي هم اكثر الناس ضد الكباشي الكباشي ده الزول الوحيد اللي وقف لحميدتي في الخرطوم والزول الوحيد اللي طلع مظاهرات النوبه دي جات حاصرت حميدتي داخل الخرطوم ما كنتوا بتعجبوا يا كباشي الان كباشي بقى جبان والجمل القاعدين انتوا عارفين انهم فيكم ودمقنا قاعدين يتناولوا الجنجويد الاصيل قاعدين جوا الجيش جوا دمقنا يوم واحد يتكلم عنه شغالين بيتريد حفر حفر في الاقتصاد دولار كسر 1300 جنيه قاعد بحفر جنجويد يوم واحد يتكلم عنه ده الخطر الداهم الان الجيش ما بينتصر الاقتصاد ده هيتحل كيف؟ هيقعد الناس في معضله مره ثانيه فالعبي كباشي تصريح كباشي كباشي عمل كباشي والله كباشي ده ارجل السودان رضيت ما بيه من الوقف لحميدتي النوبه كلكم فاكرين المظاهره اللي حصلت حميدتي في النوبه وجننته في الغصب ده ما كباشي طلعهم وطلعهم بمعرفته واداهم تصريح لحد ما جه حاصروا الغصب منو كباشي اللي بيهزر في السودان ولا كباشي يبيع السودان كباشي من اكثر الناس الوطنيين ما تتكلموا عن الراجل والله لو فيه نفس ما حنكيف منهم هذا ابراهيم جابر الفرق بينه ياسر العطا ما كان مع كان منحاز زمان للقحاطه دي هاجمناهم لكن الناس بس طوالي كل انا نايم ماسكين في كباشي كباشي دي انت خلاص انت بقيت تعمل في خط العدو عشان تعمل خلل في الجيش نجحوا والله برافو الجنجويد والقحاطه نجحوا عملوا فيتو اعلاميين اعلاميين على شنو يا لما انجح انا يا اخي زولي ده بيقولوا لبن العشر ده ها لبن العشر الليل ده كان لبن عشر كبه في عينيه ده عيب الان الغايد ده امام صلاه ما تتكلم فيه كباشنا الماموم ما تتكلم فيه ياسر العطا وراهم الثلاثة دين اللي وقفوا للبلد دي كلها أصل الكباشي وبرهان لو كانوا دارين يمرروها كان باعوا البلد بدون حرب كان باعوا البلد بدون حرب ودوها للجنجويد سلموا عليهم ما يجي واحد متنطع وأنا أتحدى هس أي واحد من الناس اللي بتهتف الليلة دي والله كل ملفات قذرة ووسخة تجاكم هسا الغايدين العنادين والله أنا بعرف واحد كمرير الأولاد دقلوا شغال تجارة معهم الآن هو أكبر ما كان بيقدر يفتح خشمه بكلمة أقسم بالله جيب لي واحد بس أنا أتحداك في اللايف ده جيب واحد أنا بدخله معاي بس يجيب لايف ولا يجيب كلام كتبه عن حميدتي ده قبل الحرب جيب لي اي ود مقنع في السودان ده كتب كلام عن حميدتي هسه كل اللي بيهتفوا دي رجال على نسوه اتحدى اي ود مقنع جا اتكلم عن حميدتي ظهرته برد خاطب ما قلنا لا قلنا والله الناس كلها الان خلاص شد العود على العود طبعا لكن تجي كمان تتسيدوا المشهد وتهاجموا الكباش وتهاجموا الجيش ما بنسمح بالكلام ده ولا الكلام ده بيمشي والجيش ما حيبقى عبيد ما حيسمع لكلام زول هذه ما قضيه سياسيه ولا قضيه بتاعت غرار ولا قضيه بتاعت دي قضيه بتاعت وجود حق جيش انت هسه الجيش ده عنده سلاح ولا ما عنده تعايد
قام منفوخ كوركو بتاع زي التمبيرة كوركو في الإعلام. الجيش أمشي، الجيش سوي، الجيش أمشي، أمشي كيف يعني؟ والله لو بيسمع كلامك ده الجيش كان انتهز، ما كان ما عندنا جيش. الناس تصبر، الجيش حيجيب لك حقك. إن هذا أمر الله يعني، الجيش والله لو مغطي الجزيرة دي وأمر الله نافذ فيك أنت تموت بطلقة من الجنجوي حتموت به. يا اخوانا ده امر الله، ربنا ده رايد لك الحاجه الرايد لك ربنا دي بتجيك ابعد من الكلام الفارغ وحشي. لا والله الجيش والجيش يعمل كده، جيب لك جيش العالم بحرس القرى، جيب لك جيش العالم حارس المدينه، الجيش بحرس الحدود، عدو خارج للاسف ده عدو من الداخل ويتوكل وكان موجود داخل الحدود. هل الجيش كان مستعد بكل قواته بريه وغيره لحرب بتاعت موته؟ ده البين في انه الجيش كان جاهز، الجيش ما كان جاهز لحرب بتاعت موت الزين. فالناس لا تستعبط تسوقك بالعواطف وانت لانك اشواقك واهلك وغيره، انت تكون عاوز تجري ورا الناس. فرجعنا الناس تصبر، والله والله العظيم ثلاثه اقسم بالله يسجل الله في عينك. الجيش حيخش الجزيره بالليل، بكره الصباح، بعد بكره حيسم الفوضى. بس ما بمزاج، ما بمزاجكم ولا بمزاجي ولا بمزاج اي زول. دي ارواح ناس، ده تكتيك بتاع جيش يجي يوري للناس. او وجيش يبقى جيش كيف بتاع بلد اذا كان انت بتحركوه بالاعلام المضاد؟ ده جيش ما بيستمع. والله شوف الجيش ده كبك جاهز، ما بيستمع للاعلام الفارغ. اعلام ايجابي اسند جيشك فقط، ما تتكلم، ما تنظر، الجيش امشي وسوي وغيره وغيره. لأنه أنت بتعرف الظروف اللي بعيش الجيش أصلا، عشان كده ما تتكلم. خدت ريال قلت ده جنيه ولا ريال ولا دولار، محل أنت قاعد قلت ده درهم بتاع النفرة، إن خديته وبقى مبلغ وجابه بالساعه وما هجمه ديك الساعة، الجيش يطلع كده يقلع هدومه يقول والله يا أخوان أنا ديل أبو لي وديل أبو لي. الجيش بيقاتل يا أخي ورا رجال ماشيين في كل محل عشان يجيبوا السلاح. استعبط انت تطلع قاعد لك في مكيف ولا قاعد لك في بار ولا قاعد لك في قهوة في فيصل، تطلع تكتب الجيش تقول الجيش ما ما ما, ما شغال. ده جيش بلد وجيش قوي جدا، ما ان شاء الله ما بينهزم، ومدى ندري حتحرر وحيدحر الجنجويد الى الابد. زمان عنا بقولوا اللي بيفهمها يفهمها، زمان عنا بقولوا كتالوج ولا جوج جوج. في نظريات حقت حرب الناس شغالين بها، الجيش يفكر كيف داري يعمل شنو، ده ما اختصاصي انا ولا اختصاص اي منظرات، ما اختصاصك. الجيش سمع كلامك ومشى انهزم، تصفق؟ ما حتقول انهزم الجيش. قبل كده ناس هاجموا الجيش، الجنجويد منزلين اللايفات حقتكم في صفحاتهم، قلتوا الجنجويد الجنجويد هو ضارب الجنجويد، دخلوا ونبستوا ناس المدرعات الان في بعض الناس، بعض الناس تسجيلاتهم موجوده، هيئه العمليات دي ساهموا في حلها من الله يفديها ديل. انت فاكر ما راس ضنك ولا ناسين؟ ما تعملوا فيها ابطال قوميين. الان تهاجموا في الجيش وفي قياده الجيش وفي كباش، كذا ثاني نسمع عليه واحد يهاجم كباش من ديل الكرور ده عشان يطلع له من لايفاته اللي كان بيهاجم فيها هيئه العمليات، يقول ابطشوا بهيئه العمليات. الان بتتباكى وتجري ورا هيئه العمليات، كلهم الله يفديها دي عندي، عندنا في الرصد موجود. واتحدى اي واحد يطلع يقول ما قال. فاخواننا بلاش الناس تستعجل، والله العظيم جيشنا حينتصر، اقسم بالله ثلاثه حينتصر حينتصر. ودي الابطال الناس تدعو، ما عندك حاجه تدعو، واعلام جيد اكيد ضد الشائعات ضد جيشك. جيشك ماشي وجيش ما تخلق الفتنه داخل الجيش. انت بكلامك وكلام ده والجزيره وحصل واعمل وسوي، ده كله كلام فارغ. لا يغني عن امر الله شيء، والله الله خدت لا يوم، هيجي اليوم حيقسموا فول ستوب. طيب نمشي للنقطة الثانية عشان ما نطول اللايف، بكرة حنسهر إن شاء الله يومي أنا حطلع من الصفحة دي، ولو دعمتونا منصرات في الصفحة حقتي أنا موقف شهرين الآن، باقي لي شهرين حتى نرجع، لكن حاطل عليكم من الصفحة دي. طيب نجي لبور السودان.
يا اخوانا الحرب دي ماشيه متوازي، حرب في الاقتصاد زي ما قال مالك عفان، حرب في الاقتصاد ما صار حرب اقتصاديه او حرب عسكريه. الان ماشيه بتوازن. شله من الحراميه والمنتفعين قاعدين في 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 بورصه السودان. ما عندهم الا رفع الدولار والسرع، يعني الدولار ده يترفع كيف؟ الدولار ده محكوم بالطلب. ما في طلب، الخرطوم خارج المعادله. الحراميه بواخر بتاع بنزين وديزي يجيبوها، الكاش يجري في يدينه، مستعدين يضاربوا ويشتروا دولار بالسعر اللي هم دايرين. دير حنجيهم ال- 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 المدير المدير المالي بتاع وزارة النفط وقف لديل هنا، ديل الدول قالوا نحن بنساعد الجيش، بنجيب لكم باخر للجيش وباخر لهنا. بيجوا يجيبوا 6 بواخر لجيبهم وباخر للجيش، يرفعوا سعر الدولار في السوق، ما الجيش منهزم. لأن الجيش عشان يشتري سلاح هيلقى وين؟ هيجيب من وين؟ ما من السوق الأسود يمشي. أنت خلقت لي سوق أسود في البلد، هجيب القروش من وين؟ المصيبة الثانية، الآن ده مصيبة الحج. ده مصيبة الحج. الشركات بتاعت الطيران في السودان، والله انا اتحداهم، يطلع اي شركه طيران في السودان تطلع تقول عندها ملكيه بتاع الطياره واحد، اطلع ابقى راجل اطلع اقول عندي انا بمتلك لي طياره. شركات الطيران انا ما داير افرس ولا داير اتكلم عن اشخاص عشان الشخص الموضوع، لكن شركات الطيران عموما، شركات الطيران عموما انا حاجي لايف كامل عن شركات الطيران دي. اذا جنوا لأن الآن اللي بيحصل في بورصة السودان دي جريمة، وبعاونهم فيها ناس هنجيبهم بالأسامي. طيب التذكرة بتاعت الحج ب 1100 دولار، 1150 دولار، تمام 1150 دولار لتذكرة الحج. التذكرة دي لانه في احتكار للطيران، بس شركتين شغالات، يقوم الطياره هي ذاتها ب 1500 دولار التذكره، الطياره بقول فيها 135 راتب، في 1100 دي بتطلع لها 137,000 دولار. طيب 137,000 دولار دي الطياره بتقوم من بورصة السودان كده تنزل في جده، عندها في اللاندنج والطلوع 25 دقيقه لاندنج وهبوط ونزول. بتصرف الطيارة بتصرف بنزين في اللاندنج والنزول، لها تصرف لها 2 طن 3 طن بنزين، 3 طن وخو، ال 3 طن دي بتكلف لها ما يقارب ال 10,000 دولار، ولا قول 10,000 دولار، ال 3 طن دي ب 10,000 دولار، قول 10,000 دولار للرحلة. طيب 10,000 دولار، المرتبات بتاعت الكباتن 5,000 دولار في الشهر بالسمة، ما هتطلع في الرحلة، نصيب تطلع في الرحلة، يعني مينيمم التكاليف بتاعت الطيارة بالوجبة ب10 دولار، يعني 135 وجبة ب1500 دولار بيتكلفهم، يعني التكلفة الكلية ما تزيد لها عن 20-25,000 دولار. وين ال 137,000 دولار دي؟ ما المصيبة هنا في انه سعر التذكرة بغطي الرحلة، يعني 15 راكب بغطوا السفرية، 15 راكب يبقى ال 120 تذكرة دي، ده ربح غير ده، ده بيضرب الحكومة مرتين والشعب. لما بيقطع التذكرة كيف المواطن الان؟ يا كاش في الكاونتر يا بنكك، وغالبا 90% منها بنكك. طيب بنك دي بوديها وين؟ بوديها وين؟ ده يحولها دولار، هل بنك السودان قاعد يحولها لهم دولار عشان يواجهوا المصاريف الثانية؟ هيحولها لهم دولار؟ ما هيحولها. منو اللي بيحولها؟ بيحولها شخص واحد معروف في السودان. واتحداه لهم، أنا بجيب اسمه الآن. بيستلم التوريدة بتاعت شركتين الطيران. بدر وتارك. بيستلم التوريده يوميا، التوريده يوميا
بتنزل في حساب عاطف عثمان. اتحدى يطلع يقول الكلام ده ما صحيح. وين الامن الاقتصادي؟ امشي راجع كلامي ده يا مدير الامن الاقتصادي محجوب القاعد قاعد السايق. وين ناس بتاع الاقتصادي؟ ما دار الاحساب، امشي البنك شوف التوريدات الشهريه بتاعت الشركتين ديل تاركو وبدو. شوفها بتمشي وين؟ بتمشي بنك السودان تطلع دولار؟ بتمشي وين؟ بتمشي الحساب الفادنيه ديل عاطف. عاطف ده قاعد في القاهره. التحويل بيجيه يوميا بيحول درهم بغالي بيزيدوا في سعر الدولار في المضاربه. والامن الاقتصادي قاعد معناه في ناس موجودين فوق بيحموا الناس زي عاطف عثمان بيستلم القروش بتاع تاركو وبتاع بدر بيحولها اليوم عن طريق الفادنيه. ما دار هذا الحساب يا محجوب. امشي راجع الحسابات دي في البنك وقول له انا عينيك كذاب عشان اطلع عليك. امشي امشي يا اتحداك يا مدير الامن الاقتصادي عندك الصلاحيه انك تمشي بنك الخرطوم وتشوف الحساب بتاع تارك وبتاع بدر ديل بيمشي وين. امشي اتحداك امشي شوف. ما تستعمل على الشعب السوداني ده حرب اقتصاديه. ما الحرب دي بيزيدها اللي بيزيد سعر الدولار عشان السلاح ما يجي شنو ما بيزيدوا ديل. ديل كلهم كانوا مع الدعم السريع. فلذلك يا اخواننا انا اتحدى مدير الامن الاقتصادي ده يرسل بكره ناسه يمشوا يشوفوا اليوناني ده يشوفوا اتحداه مدير البنك مدير الامن الاقتصادي يمشي يراجع الحسابات دي ويلقاه ويطلع يقول والله انا العميل ده كذاب. لا هذه في يدك امشي قول اطلع بكره واتحدى تارك يطلعوا انه قروش دي قاعد تمشي بنك السودان وقاعد تتحول بالصوره الرسميه. ما في. يحارب على الدوله. وصلنا هي قاعدين فوق ما في زول بيتكلم معاهم. ويجي واحد صاير يقول لك الجيش يكلمني جاب يجيب الجيش يجيب الدولار من وين؟ عشان يشتري السلاح. ما هو زي ديل بيحولوها تحويل خير نظامي. والامن الاقتصادي قاعد يتفرج. كل واحد ناس الشركتين ديل بيدوه مدير الطيران المدير. دي المصيبه الثانيه يا مدير الامن الاقتصادي. قبل كده تكلمنا عن شركه مبادله والشركه الثانيه اللي ما وردت تريليونات للجمارك. شكرا وزير الداخليه والجمارك مشت قبضتهم والامن الاقتصادي نفسه قبضهم وقبضهم مفضل التحيه للرئيس مفضل. قبضوهم ودفعوا القروش بتاعت الدوله. هسه انا اتحدى الان الشركتين دين بيدفعوا للطيران المدني. انت لو بتدفع لي قروش الليله يومي سعر الدولار ثابت انا بمشي بحولها بالدولار. لكن انت بتشيل من 6 شهور ما بتسدد لي يا شركات الطيران تاركو وانا ما سددتكم ما قاعد تسدد شهر قروش الطيران المدني حقت الدوله. لما تبقى عندك الدولار قبل شهر كان ب 500 الليله الدولار ب ب ب ب ب ب ب 1300. انت بتحارب الدولة ده تخريب اقتصاد بتاع بلد. ده تخريب اقتصاد بتاع بلد. وين يا مدير الامن الاقتصادي؟ يا مفضل قلناها مرارا وتكرارا. محجوب ده ما شايف شغله. محجوب ده ما شايف شغله. اذا شايف شغله محجوب هل تعتقد انه الشركتين دول ما وردوا للطيران المدني؟ عليهم مديونيات شركتين الطيران تاركو وانا خليه يطلعوا كلين شيت بتاعهم يقولوا والله نحن سددنا وهذا العباد كذاب. ما سدد. دي مصاريف محتاجات دوله. خليه يطلعوا يقولوا سددوا. مقول المديونيه لها 6 شهور 8 شهور الدولار كان كده بيجوا يسددوها بالجنيه قيمتها بتطلع بدون قيمه. منو الجيش جاي يجيب السلاح من وين لما موارد الدوله تكون بس يشيلوا من هيئه الموارد. وانت يا مدير الطيران المدني انا بجيك بالتفصيل. مدير الطيران المدني قلت عشان ما في شركات تجي مع مع ما في شركات تجي مع مع ما في شركات تجي مع مع معذره ما في شركات تجي مع مع الشركتين ديل بتاعت الطيران
انت واضح انه اي طياره تكون عمرها 20 سنه. طيب جيب لي دوله في العالم يا مدير الطيران المدني، جيب لي دوله في العالم بتطبق القانون ده. والقانون ده جبته من وين؟ انت مع تبع قانون الياكا، جبت القانون ده من وين؟ عشان احتكار للشركتين دي. والشركتين دي هسه انا في كلامي ده تحدي، خلي يطلع بتاع الشركتين دي يقولوا عندنا طياره ملك. ما عندنا طيارات الشغاله، انه طيارات زمان من السودانيه قصه معروفه. هل يطلع يقولوا عندنا طياره دي حقتنا كلها طيارات مؤجره؟ الطياره مؤجره الساعه ب $1,500 عفوا، $1,500 مع المصاريف اللي قلناها دي كلها $20,000. يربحوا ربح قدر ده، ربح يعني حق 20 نفر او 25 نفر سوداني ماشيين في الطياره لجده، بيدفع الطياره التذاكر ب $1,100. لما تطلع تضربها في عدد الكراسي طالعه ماشيه الحق ب $1,100 النفر. ليه مصر دي؟ مخليين التذاكر عاملينها 2 مليار. لان ما في منافسه في السوق، ما في شركات ثانيه، حتى الشركات الصغيره اللي كانت موجوده منعوها. ليه؟ لمصلحتنا، لمصلحه الهوامير دي. وانا حجيب بالتفصيل يا اخواننا. بدر دي، بدر هي تبع ابو شعيره وتبع الثاني ده عثمان الدقير. انا حاجب لكم الملف بتاعكم ايضا، ده تجار ازمات. حاجب لكم الملف بتاع ليبيا في 2011 في وزاره الماليه. لليلة الملف معلق. اخذتوا القروش من وزاره الماليه لترحيل النازل، وين مشت؟ وين؟ عملتوا لها سجن؟ هسه الان تتاجروا بازمات. يا اخي شعبي ماشي الحج، ما عنده مدخرات. $1,100 ليه؟ مانعين الشركات الثانيه تجي تنافس. ومدير الطيران المدني ماشي معاهم، لانه في مسؤولين في الدوله. انا حاجي بالتفصيل لموضوع الطيران ده، الان تناولنا بصوره عامه. دي برضه بيساعدوا في الحرب. لو انت بترفع الدولار، الدولار ده بيشتروا بس سلاح. الحكومه دايره سلاح بتجيبه من بره الجيش عشان الحرب. تجي انت منا قلوب ما عارف السلاح ده بيجي من وين، ولا بيجي كيف، ولا العوائق دي كيف. تجي طوال تخش عليه تقول الجيش متخاذل. جيشنا ما متخاذل. والناس ان شاء الله ما نطول عليكم، حاجه انا بالتفصيل حلقه كامله منفصله عن تاركو و شركتين الطيران اللي هي بدر وتاركو. ليه الفلوس دي بتدفع؟ ليه $1,100؟ يعني تجارة بتاعت حرب ولا شنو؟ خليه يطلع معي انا اي واحد منهم مستعدين، عشان ما يبقى كلام سايد. انا مستعد من تاركو ومن بدو، انا هطلعهم معي في الشاشه هنا. خلينا نناقشهم في التفاصيل بتاعت التذكره وتكاليف الطياره. الطياره مؤجرين هم طيارات، الطياره الواحده المؤجرينها ب $1,500 الساعه، مؤجرين من برا والكشوفات معايا. ما بتكلم ساي، الطيارات عقودات ذات انها الساعه ب $1,500. يعني تكاليف الرحله الطياره تمجر ب $1,500 لجد الساعه، ما هي ساعه بتمشي كده. انت بتاجر الطياره بالساعه، فيبقى زياده التكاليف دي هنجي نشرحها. وانا مستعد تاركو، عشان ما نقول نحن بنهاجم زول، مستعد اي شخص من تاركو، مهندس، مسؤول مبيعات، من بدر، انا هستضيفه معاي في الحلقه الجايه. الحلقه الجايه يوم الثلاثاء عن تاركو وبدر. وخلي ادي دعوه لهم انهم اذا اي زول في اللايف ده بيعرف زول من تاركو او من بدر، انا هجيبه معاي ونتناقش عن سعر التذاكر والاستغلال بتاع المواطن. طيب يا اخواننا، في الختام نشكر المستمعين على حسن الاستماع، ونذكر الساده اللي بيهاكروا في الجيش انهم يتراجعوا عن هذا الحديث عن الجيش. الجيش ما حيستمع لاي زول والله طلع عزم في مالطا. الجيش عنده بيعرف، وهو المسؤول حسب الدستور من حمايه الشعب السوداني، يعرف 200. لانه اذا مشى بالطريقه اللي دايرينها الحاونشجيه دي، الجيش حيقدر يحمي نفسه ولا حيقدر يحمي دي؟ الجيش بيمشي بتكتيك، بيمشي باستراتيجيه معينه. شفنا مالك عقار اللي اتكلمت قلت ده استشهدت به، قلت احسن من كباش كلامه قال. يا اخواننا
انا بمشي من سناردي كيلو وبأمن الكيلو كل يوم بمشي كيلو. يعني اذا اخذنا بكلام مالك عقار اللي في ريحته بيضا دايركت 60 يوم حتى انتصل تصل مدن. لكن جيشنا عنده تخطيط ماشي باستراتيجية معينة بإذن الله مدني قريبا ساكت ما داري 200 لكن بإذن الله قريبا يحتفل الشعب السوداني ويسقط الهتيفة دير وتلقى النصر بعدين. بس يا أخوانا تقوم أي زول يطلع عليكم في لايف يتكلم عن الانتصار ده الهزيمة دي يتحملها برهان والكباشي وياسر العرب. والانتصار له ألف راس هم المنتصرين. اي واحد شايل لي بتاع ادخل انا قلت دخلوا مدني يطلع يقول النصر جابه. وديك الساعه برهان منسي وكباشي منسي وياسر العطا منسي والجيش نفسه الغبش ديل منسي ينسب الفضل الى اخرين. التحيه لافراد قوات شعبنا المسلحه نفر نفر. واخواننا كونوا خلف جيشكم اطمئنوا جيشكم زي ما الاذاعه دي محاصره ولحد ما استلمه ما بيستمع لكلام الاخرين. عنده استراتيجيه في الارض شغال بها. الناس ما تشغل بالها بالمساله دي ولا العواطف. واحده هاجموا القريه بتاعته تطلع تكورك، واحد هاجموا القريه بتاعته قاعد يكورك. ما نحن عندنا اهلنا برضه في الجزيره واخواتي في الجزيره وطلعوا مرقوا من الجزيره. الكوره من وين؟ أنا بتصل عليه أخواتي وأمي من الجزيرة قاعدين في الجزيرة في قرية من قرى الجزيرة دي يشهد الله ثلاثة. لكن يقول أصبر لأنه ده واقع. يعني في النهاية أمر الله ده إنك أنت يوم تمشي من القطينة تمشي لقرى الجزيرة دي كاتبها الله في سيرتك يا أخي. السؤال الراجع إيمانه بالله يعني العواطف والناي ضربوه ولا ضربوه ده جيش بتاع بلد. والجيش ما بيشتغل بالعواطف يشتغل فعلا. أنت من حقك لكن ما من حقك تنتقد جيشك وتفقد ثقتك في جيشك. التحية لكم جميعا المنتقدين والغير وأبقوا عافية وأبقوا خلف جيشكم وجيشكم منتصر بإذن الله. سلام.